اللي بتشوفوه اللي بالزبده. مقادير فين؟ 3 كوبايات من الدقيق، عندنا هنا كوبايتين الا ربع من الزبده، كوبايتين الا ربع من الزبده، زبدتها كتير. عندنا 3 بيضه ماشي، او 2 كبار او 3 متوسطين. عندنا كوبايه الا ربع سكر بودره، كاكاو برضو، وفانيليا ماشي، او 3 كوبايات دقيق، كوبايتين الا ربع زبده، 3 بيضات بس مش كبار، او كوب او 2 كبار، و 3 باكو فانيليا، كوبايه الا ربع سكر بودره، معلقه كبيره من الكاكاو برضو، ده النص والنص. هاخد هنا الزبده اللي هي كوبايتين الا ربع، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايتين الا ربع، وخليك كره ما فيهم، هضرب الزبده لغايه ما تبقى طريه. معانا مين؟ معانا استاذ تامر، اهلا وسهلا يا تامر. طب كلمنا تاني. المضرب لم الزبده ومش عايز استغنى عنها. هحط بقى كوبايه الا ربع الكوبايه زبده، سكر، سكر بودره، من كوبايه الا ربع الكوبايه، حسب ما بتحب التحليه ايه. يعني كوبايه الا ربع دي حلوه جدا لان احنا بنلزق بمربى وشوكولاته في المقدار ده. عايز تحطي كوبايه بحالها، حطي كوبايه. تمام؟ نزلي في الجنب ده. يبقى هقول تاني، كوبايتين الا ربع من الزبده، كوبايتين يعني كوبايتين، وشيلي منهم حبه كده، شيلي منهم معلقتين، تمام؟ زبده هضربهم لوحدهم كويس جدا الاول، هحط عليها بعد كده كوبايه سكر بودره برده بشيل منها معلقتين اللي هي كوبايه الا ربع او يعني بزياده شويه صغيرين، واضرب مع بعض كويس. بعد كده حطيت الثلاث بيضات ومعاهم الفانيليا، 3 بيضات وادي الفانيليا اهي، ومعاهم الفانيليا. معلوش بيكنج باودر على فكره، مفيش بيكنج باودر. حابه بقى تعملي ورده، حابه تعملي الشكل ده، ده هتطلع صغننه شويه على فكره، مش هتطلع تخينه.